تعاملت على إنذارية، تعاملت الفداء على الظلم اللي كيصب على القطاع السيارات الأسرة في مدينة الدار البيضاء، لأنه هو كان قرار ولائي ديال السيد الولي اللي هو كيطبق على احترام نقطة الانطلاق. وتفاجأنا بالقرار حيث السيد الولي وقف المدن، مثلا عملت سطات، عملت سيدي بنور، جديدة، بن سليمان، برشيد، هادو كلهم شارفوريان. احنا ملي كنمشيو عند المسؤولين ما كاينش لي ودن ساغية تصنت لينا، لا من السيد الولي ولا من السيد طرف السيد العامل ديال الفيدا، من عمرو ما استقبلنا وكتبنا واحد العدد وتضرينا، واليوم درنا هاد الوقفة الاحتجاجية حاليا وما كاينش حوار. عندنا الساد ديال الباب ديالهم لا يوجدوا كاينين، وحنا غادي ناخذوا حركة أخرى يمكن إن شاء الله. حنا صيفطنا السيد اللي هو غادي يكتب السيد وزير الداخلية، وغادي تكون مسيرة إن شاء الله الداخلية اليوم إن شاء الله، اليوم غادي تكون مسيرة الداخلية، حيت هاد الناس هادو سادين الباب ديالهم، ما حاليش الباب ديالهم. حنا كنا كانت الوقفة كدار، السيد العامل كيستدعي الناس الممثلين كيتحاوروا، إذا كانوا أربعة نقاط ناخذوا على نقطة. حنا ما طالبين عادي، أنا ما طالبينش شي حاجة أخرى، ما طالبينش الفوضى، طالبين الحق أين الفوري يعني يتحيد على الكل أو يتطبق على الضربة الإنتهائية. ما يمكنش أنا غادي نخدم 11 فوريان وكريم 50000 والروسيطة 50 وتريتا 50000، 5000 درهم في الشهر، وواحد كريم 500 درهم كيخدم الدار البيضاء بكل حرية. أنا محمد كمال سائق سيارة الوجه، أنا واحد النوع من السيارات خاص به الموجود، شفنا سائق سيارة الوجه وهذا كاين واحد النوع تنخدموا معاه نتعاملوا معاه، ولكن عندنا مع واحد المشكل ديال أنه اللي يشد ليه شي بلاصة أو اللي جاي كيطيحوا عليه كما كنقولوا بالدارجة باطل، كيدخلوه المحجز البلدي كيدوز شهر ديال الليل، وهو هنا ما عندوش ما عندناش اللي يحمينا منه، كيهز الرئيس او لاحق الرئيس كيخلص 150 درهم، كاين واحد الفرق كبير بيننا وبينه. احنا كنطالبوا يا اما يكون كل شيء عندهم شهر ديال الحل، واما يتلغى هذا القرار، هذا هو الطلب ديالنا الوحيد.